والله بالنسبة لي أنا الدخان بصفة عامة، معناها كما يقولوا السواقر دخان، معناها ما تكيفش الدخان، تكيف كان الشيشة. والشيشة معناها كانت معناها الباكويت نتاع الشيشة قبل كما يقولوا المعسل المونت والخوخ والبطيخ وواحد كل شيء كانوا بأسوام. في وقت ما في الكورونا طلعوا معناها بريسك تروا أفوا، معناها كما يقولوا باكو معسل كما كنت ناخذ فيه ب 4000 وليت ناخذ فيه ب 7000، فهمتني؟ توا كيف كيف رجعوا من با شوية ولا قرابة 5000. بعد كل واحد يبيع بسوم وحده، معناها واحد 5500، واحد 6000، واحد 7000، واحد 4500. ما ثماش معناها سعر معناها محدد، باش معناها باش معناها كيما نفس هذاك يبيع بالسوم كيما نقولوا باكو معسل ب 4000، كيف كيف يبيعوا كل مع بعض نورمالمون، فهمتني؟ مي توا كل واحد يبيع، كل واحد يبيع بزي راس. وصلوا حتى المعسل يعملوه هما عباد تصنعوا وحدهم وتحطوا في باكويات تاع لهم بلاش كيما اللي تبيع فيه الدولة، فهمتني؟ ومعسل فاسد. وصلت انا جاتني فيكسيون في مات من المعسل اللي تكيفته، معسل مونت من غير حتى من غير دات، فهمتني؟ يبدا محطوط يقول لك برا بيع، حط بيع. المراقبه الاقتصاديه ما ثماش جمله سواء في الدخان ولا في اي نشاط اخر. انا كنت حاب نحكي لك عن النشاط الخاص بي انا في المراقبه الاقتصاديه. نحكي لك انا نخدم حوات بيع في الحوت، ثم حوت يجي من برا من اسبانيا من مروك، فهمتني؟ يجي في البوليكوك، فهمتني؟ في الدات نتاعو معناها ميم با 15 جور دات دو فاليدي توفى، يهبطوا الحلق الويت في البرد، فهمتني؟ يشد معناها ويجي طبيب يعاين نورمالمون باش تقعد الدات فاليدي نتاع شهر شهرين، باش نجم خاطر باش بعد شويه يهبط المرشي الكرو وباش يبيعوه، فهمتني؟ وقتها يضرب ريح كيما احنا ما ثماش حوت وكذا، يهبطوا الحوت هذاك اللي هو ميم با مازالوا 4 ولا 5 ايام يوفى، ناخذوه نحنا اوبليجي باش تاخذوا خاطر ما ثماش حوت اخر، فهمتني؟ ما تبيعوش في ال4 ايام هذوكم، انت ديجا وقت باش تاخذه مزلو نهارين والصلوحيه نتاعو طوفة، يهبط المرشي لقرو، حتى في مرشي لقرو يجي طبيب يشوفه يعاينو يدخل داخل ياخذ فلوسه ويخرج. ومن بعد يجيو لهنا احنا نبيعوه، فهمتني؟ تجينا مراقبه الصح كنت 700 دينار اختي. عاد ما هو انت كتبت توقف، وقف الباز من الاول، علاش احنا الا ما توصل لنا احنا وقف الشيء من الفوق. ما ثماش مراقبه اقتصاديه جمله في تونس، راه ما يكذبش عليك، يجي حتى اي حاجه يجي ياخذ فلوسه ويمشي. معناها ما ثماش من غير ما باش نكتب على رواحنا، ما ثماش. تونس ماشيه سامحني والله ماشيين معني ماشيين بلطف الله، والله عايشين بلطف الله. واحد ما يشكيش شكوى لغير الله مذله، اما بلطف الله ما خلونا حتى شيء، كان نهار كامل عرق ونهار كامل او مجلس نهار كامل درشنيه، ما ثم حتى شيء.